نسوي طيبين الناس بتدفع ذكرى بالنسبه للمره ذكرى عزيزه وغاليه علينا ذكرى كل سنه بتدينا عبر ودروس ذكرى لازم كلنا نتخيل الامور كانت ماشيه ازاي وربنا كرمه قوي على الرسول عليه الصلاه والسلام علشان نعرف ان ربنا دايما معانا وربنا موجود دايما معانا ولازم نعرف كل اعمالنا ولازم نخلي بالنا من في حاجه اسمها حلال وحرام ولازم نحترم كل ما هو مقدس سواء عندنا او عند غيرنا وفي النهايه كل اللي اقدر اقوله ان الخير والسعاده للسويس وكل سنه وانتم طيبين.